احنا عاوزينك بس يا محمد قبل ما تحضر الجبنه الجميله دي تتكلم ونتكلم على السرير شويه. ماشي يا ابني. يعني احنا هنكمل معاكم وهنشوف ايه. احنا في صور كتير لاسرته وهو كان بيخدم نفسه من امتى وما احتاجش لحد من اكتر من سنه. طيب اغسل ايدك وتعالى هنتكلم مع بعض ونكمل كلام معاك. يعني احنا داخل منزل عم محمد هنقول لكم عن تفاصيل يعني هو ما قالهاش قبل كده. ازاي هو بيساعد نفسه وبيخدم نفسه، ازاي هو مش بيحتاج حاجه من حد، مش مستني حاجه من حد. طلبنا منه ان هو يقول كل اللي هو عايزه، ولكن هو قال لك انا الحمد لله راضي باللي انا فيه، مش محتاج حاجه خالص. ولاده في مكان تاني، هو بيخدم نفسه وبيساعد نفسه وبيغسل لنفسه. تفاصيل كتير هنعرفها، مفاجآت لأول مرة. تعالى يا محمد اقعد على السرير، تعالى اتفضل اقعد. اتفضل اقعد على السرير. لف يعني ازيك معانا على جريدة الوطن يا محمد. الله يخليك يا فندم. الله يسلمك يا باشا. يعني اهلا بيك معانا على جريدة أهلاً الوطن. كلمني بقى عم محمد، قول لنا مين عم محمد؟ عم محمد ده من مواصف الكلمة راجل بسيط على قد حاله كده، أنت شايف. وبعدين مواصف الكلمة ربنا كرمني واشتغلت بياع متجول من سنة 28/2 سنة 80 بعد وفاة والدتي. تمام. والدتك متوفية بقى قد إيه؟ بقى دلوقتي حوالي عن 42 سنة من سنة 28/2 سنة 80. حافظ التواريخ. ما انا كان معايا شغل وظيفه بس مش عارف راح فين. يا عم محمد كلمني بقى، انت عايش لوحدك هنا في المكان اللي احنا شايفينه ده بقالك قد ايه؟ بقالي دلوقتي من سنه 91 من ايام الزلزال. من ايام الزلزال انت عايش من قبل الزلزال. الزلزال كان 90 92. انت من 8 91. من 91 وانت عايش لوحدك. عايش لوحدي. وبعد وفاة أم بنتي. أنت عايش لوحدك هنا؟ يعني أنت قلت لي إن أنا ما تزوجتش بعد وفاة. لا ما تزوجتش. كلمني أكتر بقى عن حياتك، أنت بتغسل، مين اللي بيغسل لك؟ أنا. أنت بتغسل لنفسك؟ والنشير قدام ساعتها كده. الشباكين وفيهم زاويتين حديد فيهم الحبال. لما بغسل بمواصف الكلمة بغسل فمين وش وفمين ظهر تحت الباط وكده والفانيلات. يعني انت بتغسل، بتبقى حريص ان انت تغسل حاجة بتاعتك لغاية لما تنضف. لا وبعدين اشطف الغسيل وانطره واحط على الحبال. فين ولادك؟ كلمني انا وانت بتتكلم كده انا هجيب الشقه واجيب. ولادك فين؟ ما بيسالوش عنك بقالهم قد ايه؟ لا من يوم حماتي مراتي توفت قالت لي دي حته من بنتي اللي توفت وانا حضنت بنتي. وانت حاضن ليها؟ يعني هي حضنتها. هي اللي قاعده معاها. لما توفت حماتي برضو بقت خالتها من ناحيه وخالها من ناحيه وما عرفتش يعني اربي بنتي كويس وبنتي تاخد عليا وانا اخد عليها. اتجوزت من موظف الكلمه ومعرفش راحت فين. جم قالوا لي بنتك الخميس الجاي. قلت لهم انتوا تتوكلونها وانتوا اللي متكلفين بيها. مش هتروح عندها؟ تروحوا لمؤاخذه بالكلمه تاخدوا القايمه تاخدوا المؤخر. ماليش دعوه انا بالكلام ده. ليه كده؟ عشان لمؤاخذه بالكلمه، لمؤاخذه بالكلمه بنتي مش 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 قباني. مش قبلاك؟ لا مش قباني صحيح. ليه كده؟ ليه؟ ايه اللي وصلها لكده؟ انهم لمؤاخذه بالكلمه كانت البنت دي بعد موت امها عاملها كده لما اخذت الكلمه معاهم تعتبر زي خدامه زي اي حاجه بعد ستها ما توفت. وريني كده صوره بنتك.
بس مع ذلك انت لسه محتفظ بصورتها. هي لا في صوره كبيره بس مش عارف راح فين. ولكن انت محتفظ بالصوره دي. دي صوره اسمها ايه؟ عبير. عبير بنتك. طب كلمني مين اللي ورينا بقى ذكرياتك، ورينا الصور بتاعتك، ورينا بيت الصور. مين دي؟ وهي صغيره. دي بنتك برضو. وانا يا انت كنت الجمال ده؟ انت لسه جميل يا عم محمد يعني. هو يعني احنا زي ما احنا شايفين دي صوره عم محمد وابنته، يعني هو كانت صغيره وكان بيحبها جدا، ولكن هي لما كبرت خلاص ما بقتش، بعد وفاه والدتها ما بقتش متقبلاه. يعني حماتي بقت حشاها عني وتقول لها ابوكي وحش وابوكي يعني كذا كذا ويضحك وبتاع وكلام من ده يعني. دي بقى الموضه القديمه بتاعت الجماعه. جماعه حماتي دي يعني هي كانت حمادك اللي اسستك على ولادك. طب ليك اولاد تاني؟ لا. شبهية دي. كلمني عن كل جزء في شقتك. ده دي لما حصلت لما اتجوزت واحد عطار في شارع الجامع في المنيره بتاعت اللي هم كانوا بيقولوا عليها المنيره بتاعت امبابه. والعطار ده لما حصلت في الكلمه يعني زي اللي اختلف من المحل حاجات زي كده وبقى راجل لما حصلت في الكلمه عباره عن مش كويس. مش كويس. يعني مش ضروري اقول لك هو مش مشكله مش كده. خدت بالك؟ جابت منه عيله وعين اللي هم احفادك. اللي هم احفادي. شفتهم؟ لا ما شفتهمش بس سمعت عنهم. سمعت عنهم؟ يعني انت سمعت عن احفادك ما شفتهمش؟ ما شفتهمش. عندهم في حدود كام سنه؟ يعني عبد الرحمن دلوقتي في حدود كده حاجه بتاع 14 15 سنه. والبنت اللي تعتبر برضه بتاع 16 سنه. وده بنتي. وما كانوش بيسالوا عليك؟ لا وانا كمان ما بسالش فيهم. كلمنا انت محتفظ بمقام سيدنا بضريح النبي. ضريح ده ضريح النبي. كلمنا بقى على الصور اللي فوق دي. يلا قوم معانا كده ورينا التفاصيل كل ركن في اركان الشقه بتاعتك. ده شباك النبي اللي هو ده الاول. دي خلينا واحده واحده. دي زوجتك؟ اختي. دي اختك الله يرحمها. كانت بتيجي وتسال عليك؟ وكانت بتبات عندي وانا انام في الارض وهي تنام على السرير هنا. وتنام وتقول لي حطي الخدوديه ما تحطيليش مخده. يعني بس انت كنت من كتر حبك فيها كنت بتسيبها على سريرك وتنام انت على الارض؟ عشان اختي. عشان اختك عربي. وهنا دي انت برضو محتفظ بالواجهه النبويه الشريفه. ايوه. والمسجد امام. والمدينه المنوره. والمدينه المنوره. وختم رسول الله عليه الصلاه والسلام مع سيف النبي. ارفع ايدك لفوق رافعها طبعا. الناس شايفه معانا سيوف النبي ايه والجريب والجراب وحاجات زي كده. بجيب الزعافه لما اصدر كده. انت الزعافه دي انت بتنظف مكانك؟ بنظف السقف حاجات زي كده على قد ما تقدر. والحاجات اللي بغطي كمان الفرش بحاجه قديمه وتنظف مكانك. ونظف هنا بقى. كلمنا هنا شباك. تعال الاول كلمني هنا من صوره مين دي؟ دي صوره ياسين والرحمن جنب المرحومه والدتي. دي والدتك؟ الله يرحمها. كانت صاحبة فرن. كنت بمعظم كنا بشتغل معاها بالحاجة. كنت بقى هنتكلم عليها اكتر بس كلمني الاول على جوانب الحيطة وهتكلمني بقى على والدتك. دي سيرة زينب فروش اهو. بتروح تزورها؟ اهو. بتروح تزورها؟ ايوه. دايم الزيارة. اغلى حاجة عندي هي سيرة زينب. والواجهة النبوية الشريفة تاني؟ والواجهة النبوية الشريفة والمدينة المنورة. المدينة مسجد المدينة. كلمني بقى. تعالى نرجع تاني. قول لي انت طبعا انت بتجيب ميه. يعني احنا عاوزين نقول لكم ان عم محمد هنا مفيش ميه في البيت عنده، هو بيجيب ميه من المسجد تحت. انا مش عايز ادخل ميه علشان البيت يمكن يحصل له حاجه. اطلع منه ازاله. فانت بتجيب ميتك. ما انا بقى ساعدتك لما وصلت كلمه الماسوره بتاعت الميه بتاعت الست اللي فوق. خرمت الحيطان. بص ونزلت كده زي لما شغلت ما احنا شايفين هنا دلوقتي. احنا خرمت لحد تحت في عداد نور عداد ميه. وده بيت نجاري
يعني ده وده يعني يعني في انا المايه هنا، ساكن بالاجره وانا اللي موضب عارف في الميه انت اللي صارف وريشه وريشه اللي هي والاسمنت ده انا اللي عامله عشان تحافظ على البيت لاقصى وده درجه. كان منور، ده كان منور وقفلته وسديته علشان لما اخذ الكنه ما يدخلكش حاجه، يعني ما يدخليش حشرات ولا حاجه زي كده. تعال نرجع تاني نتكلم جوه تاني، احنا ده منزل عم محمد، من بره احنا هنتكلم معاه اكتر نعرف ايه تفاصيل حياته. هو عم محمد قاعد لوحده بيعالج نفسه، يعني دي حاجات هو بيتعالج بيها لما بيحصل له حاجه، هو بيداوي نفسه بيداوي نفسه، محتفظ بشرايط محمد عبد الوهاب، يعني ده شريط للفنان محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، دي حاجات هو محتفظ بيها. اول حاجه طلعها لنا هي يعني المشهد النبوي، وهو معاه يعني هو القرآن هو محتفظ بيه حافظ. انت قلت لي ان انت بتحب تقرا القرآن. السيده ام كلثوم رحمه الله عليها، هو سهران لوحدي الحاجات دي هو كان بيسمعها. عبد العزيز محمود كان يا قلبي، لما كان فيه التسجيلات عندي الشرايط تحت كتير. كان عندك شرايط تحت كتير؟ ده عندي كرتونه مليان. عم محمد هنا ده دي السرير بتاعه هو، على طول هو بيقول لي انا باخد الحياف بتاعي. كلمنا بقى عن الحياف بقى وحبك ان انت تستخدم الحاجه دي، وازاي بتحميها وازاي بتنزل تعملها من وقت للتاني. يعني ده مؤثر في الكلمه، لما اخد ده مؤثر في الكلمه لحد زي ده محافظ عليه. انت شايف كده ده عم محمد محافظ على اللحاف بتاعه، غير اللحاف اللي انا متغطى بيه وادي اللحاف اهو. ده زي ما احنا شايفين هو بيحرص ان هو بينزل يوديه للراجل بينضفه له وبيغسله وبينجده، يفكه بعد كده يتغسل وبعد كده يتكوي وبعد كده اخليه ينجده وان هو عايزه مبدول. يومك بيمشي ازاي؟ بتصحى الساعه كام؟ بتنزل الساعه كام؟ بنزل في حدود 8 10 على ما الصبح تبقى 10، تشرب الشاي بتاعك اشرب شاي وارجع تاني بقى لمؤاخذة الكلمة، تحضر حاجتك وتنزل. اروح لمؤاخذة الكلمة شرش العربية ومبطنها والبسكينة اللي تحت، اروح مبطنها بمية وإريال وحاجات زي كده. ولما اكون عايز بقى اغسل القوطة والخيار اللي هو الطماطم، يعني خدت بال ساعتك، اغسل لمؤاخذة في كلمة الطماطم والخيار والحاجات اللي زي كده، اروح مقطرهم بايه؟ بزيت موارد الميه اللي انا بحط الخيار، اغسل الخيار بيها. تغسل الخيار بيها؟ مره تانية، هو عم محمد هنا عشان البيت قديم شويه، هو بيبقى خايف عليه، بينزل يملى ميه من الشارع ويطلع بيها يوميا علشان يقضي حاجاته ممكن اقوم الفجر املى لنفسي. اقرا لنا القران كده، يعني اقرا لنا الفاتحه، احنا سمعنا ان صوتك جميل قوي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حافظ حاجة تاني من القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله يفتح عليك يا محمد، صدق الله العظيم. صدق يعني الله العظيم. احنا كلمنا أكتر بقى، أنت محدش بيسأل عليك من السن ده، يعني العمر ده. وأنا لما أقصد الكلمة حمد ربنا وكان لي إخوات سمعوا فيا. إخواتي سمعوا فيا. كان ليك ورث وخدوه؟ لا، أنا لما توفت والدتي لقيتهم في ثاني يوم بيقولوا، كان الكلام ده في الحارة اللي بعد الحارة اللي بعد مني دي، على والدتي بيقولوا احنا عايزين نورث. قلت لهم يا ولد، في مين يورثك؟ اورثوا انتوا، انا ما بورث.
حتى كمان ما عملتش حاجة قلت مثلا ورق أعمل مؤاخذة بكلمة للشؤون، ولا قلت مثلا يعني معاش أو لما سني وصل 60 75 سنة. أنت دلوقتي 75 سنة يا محمد. ربنا يديك الصحة طول العمر. لكن ما فيش إخواتك ما بيسألوش عليك؟ لا ما هم إخواتي بقى ما فيش إلا واحد دلوقتي ويحب نفسه. ده يحب نفسه ده كان في 10,000 جنيه. كانوا شقايا وجي الشيطان لعب بيه. اللي خليك تعرف ان انا عندي 75 سنة. بطاقتك يا محمد. يعني دي بضاعة قديمة. بس يعني طبعها يعني دخلها تاني. ودي مواليد 46. يعني احنا مش هننزل بطاقة قوي عشان. دي مواليد 46. قبل 46 46 9 فبراير. يعني ده عم محمد احنا ده تاريخ ميلاده. عم محمد مواليد عام 46. يعني طلع يعني ربنا يديه الصحه وطوله العمر. عملت بطاقه جديده غير البطاقه القديمه. يعني هو عم محمد محتفظ بيهم، كنت عايز تشوف المعفاه عندي برضه. لا 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 احنا مصدقينك يا محمد. عم محمد راجل جميل جدا، الشارع كله بيحبه. خلاص يا عم محمد مش مشكله ما تطلعش. لا انا هقول لك بس لما 46 خلاص هو احنا شفناه. يعني 46 مواليد 46 1946 عم محمد لسنة 2022. ودي دي مبطلة. يعني عم محمد بيقول ان اخواته ما ساعدوهوش، ده بالعكس خدوا مني شيء كتير معاهم. وولادك برضو نفس الكلام ما بيسألوش عليك. حمد ربنا. انت كلمني كده فكرني، كان عندك كم ابن؟ عندك كم ابن ولد وبنت؟ هي بنت بس. عندك بنت بس؟ ما عندكش ولاد؟ لا هي البنت دي ومعاها ولادها. لكن انت كنت قايل في لايف جديد قبل كده ان انت او في تصوير قبل كده ان انت لا عندك... انا دماغي اشتغلت لما كنت بتكلم، دماغي كانت مش اشتغلت ان انا افتكرت ولاد اختي وحاجه زي كده. لكن انت عندك بنت وحيده وللاسف بنت الوحيده اللي هي عبير. دي عبير هي بنته الوحيده. وهو ما كانش يعني اللي هي عبير دي هو كان بيحبها جدا وكان بيتصور معاها ويجيب لها كل حاجه كان بيرضيها ويجيب لها كل حاجه. سامعك يا محمد. يلا وفي بقى لمؤاخذة بالكلمه ودي صور كمان قديمه يا محمد، شايفين الجمال زمن الجميل. هو كان بيحب بنته وما كان بيتحرك بيها على طول. ودايما كان بيجيب لها كل مطالبها وكان بيحقق لها كل امنياتها. محافظ على اسماء الله الحسنى ومحافظ ان هو بيحتفظ باسماء الله الحسنى، وكان على طول دايم يعني بيحب اللي حواليه جدا، الشارع كله بيحبه. اللقب اللي هو اخده ده هو بيهزر مع الناس بيه. انا بضحك مع الناس بيضحك عشان ناكل عيش. وهو زي ما هو بيقول رغيف بخمسة جنيه ان شاء الله، حتى تقول لي مثلا معايا 3 جنيه اديه تديك رغيف تديله رغيف واحده بمنظر على الله انها كوري. وعم محمد انت بتهزر مع الناس وتقول لهم خدوا، عاوز خيار خد، مش عارف ايه الكلام ده كله، محبه الناس دي جايه ازاي؟ يا باشا ربنا يهدينا منك يعني. بحب اضحك والناس متقبله. عم محمد الجميل مفيش حد بيزعل مني. محدش بيزعل منك ابدا. يعني الناس كلها واخداني حبا يعني كده. كلها حب كده. يعني الناس كلها محبه. ورينا يا محمد انت يعني بتهتم بنفسك، انت بتنشر غسيلك وبتطلعه. يعني انت ناشر، هو دلوقتي كان لما جينا له الصبح كان هو ناشر اللبس بتاعه. وهو حريص ان هو بيفتح وبيجيب حاجته بنفسه وبيغسل لنفسه وبيكوي هدوم. يعني هو بينزل لما بيكون نازل بعد ما بيخلص شغل بينزل الشارع بيكوي اللبس بتاعه وينظفه مره واتنين زي ما هو قال لنا. وهذه الغسيل اهو دي مغسوله من الفجر الصبح جلابيه اهي. وبتنزل تكويها بعد كده. ودي لما وصل في الكلمه كبسول ده هو بيغسل حاجته بنفسه بس كده.
طيب الناس بتسأل ليه سبب ان انت لما قالوا لك ان هي بتتجوز ما حضرتش فرحها؟ يعني الناس في التعليقات هنا بيسألوك ليه ما حاولتش تحضر فرحها؟ لان البنت لما وصفت الكلمه متعوده على خلانها وخلانها كانوا مجانين حاجه زي كده. يعني هي بعد عشان بس الناس تبقى عارفين كانوا ساكنين في امبابه وانا ما كنتش بروح امبابه. يعني اللي حصل ان انت بعد وفاه انا قريب لاكل عيشي ايه اللي هيخليني اروح لبنتي في امبابه واقول لهم ادوني بنتي عشان وجت وقالت لي ما بقعدش معاك يا بابا. مش عجبهاش العيشه هنا. لا مش عايز اقعد معاك يا بابا. بعد وفاه والدتها. بعد وفاه والدتها. انا عايزه خالتي انا عايزه عايزه اقعد مع ستي. فانت لقيت ان هي ما وقفتش جنبك وقت ومش قداني. وانا حمد ربنا على اللي انا فيه. ما حاولتش تاكل لقمه نظيفه؟ لا باكل. يعني ما بتاكلش طبيخ؟ ما حدش بيعمل لك؟ لا بعمل. تعمل نفسك كل حاجه؟ اعمل كل حاجه. الحله موجوده والبصل موجود والبطاطس موجوده. بتطبخ لنفسك؟ واطبخ لنفسي. بقلي البصله مع مع باكل سمنه او بجيب علبه السمنه النخلتين حاجه زي كده من سوبر ماركت واجي لمؤاخذه بالكلمه تبقى عامله زي اللون الذهبي كده اروح نازل بالايه؟ بالقوصه انزل بالطشه بتاعتها والحاجه بتاعتها الطشه بتاعتها كان ملوخيه او يعني بعمل حتى كمان بعمل زي طواجن جمبري بغسله واقشره واديله تمليح الثوم مع البهارات والتوابل يعني. ده مره تانية ده بيت عم محمد. احنا لما سالناه عايز ايه قال لنا مش عايز حاجه بس هو يعني محتاج مرتبه ومحتاج حاجه المكان هنا يتوضب عنده. يعني هو طلباته بسيطه جدا. الراجل هنا قنوع جدا مش محتاج حاجه من حد. ولما سكنت في المطرح دوت ما كانش العداد باسمي. عملت العداد دوت من اداره النور القديمه. تدفع ايجار كام يا محمد؟ بدفع 12 جنيه. مش انت مرضي يا محمد مش محتاج بس كل المؤاخذه ماشي 12 جنيه بقى هم بياخدوا مني 6 جنيه وبدفع 4 جنيه وبدفع 6 جنيه للعوايد. 6 جنيه ايجار و6 جنيه عوايد. انا لما راحت صاحبه البيت بالحجه لما اشتكيك او حاجه؟ اشتكوا الناس اشتكوها في المجاري بتاع وحاجات زي كده خدتها ورحنا هيئه المساحه اللي في اللي قدام مديريه الجيزه. عملنا مع بعض انا وهي وجبنا المؤيسه بتاعت الام الرئيسيه اللي هي النجاري من الشرط الصحي. بالمؤيسه بتاعت وعملتوه. وعملنا لها بقى دي صاحبه البيت انما انا مستاجر. انت مستاجر ايجار قديم. ايجار قديم. بقى لك كام سنه هنا؟ بقالي حوالي عن 30 سنه. او 31 سنه عشان من سنه واحد من 91. لكن انت مولود هنا في القاهره. انا مولود في شارع محرم بيه سيدي سلام الراجي في القاهره. اللي هو لما مؤاخذه بالكلمه بيتعمل له كل سنه مولد وكان سيدي سلام الراجي ده كان متجوز مديحه يسري. كان متجوز مديحة يسري وحب يمنحها من التمثيل. هي رضيت بالتمثيل وده والي من اولياء الله الصالحين. وعندي واحد والي من اولياء الله الصالحين بجيب منه المقام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صريح النبي. هوريه لك. دي صورة مين؟ ده اللي انت الشيخ اللي انت بتجيب منه. ماشي شايفناه خلاص. دول بقى اولاد اولاده احفاده. ده والي من اولياء الله الصالحين. هنا مكتوب ايه؟ ده اللي عامل الصوره. صلاح ماشي صلاح الجعفر ماشي. يعني متابعي الوطن في كل مكان. حابب تقول حاجه قبل ما نختم؟ لا انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله. تقول حاجه لبنتك لو قدامنا دلوقتي؟ لا لو قدامي بنتي لما اخذت الكلمه الله يسهلك ويحنن عليكي. الله يحنن عليكي والله يهديكي. الله يهديكي ويحنن عليكي. حاولتش تدور عليها وتتصل عليها في اي وقت؟ لا ما انا دوختني السبع دخوات. راحت سيدي غريب في 100 عقبه
وناس صبرين وبتاع وكلام من ده، وانا بقى ما مش بتاع الكلام ده بقى. لكن انت بتقول لها الله يسهلك. انا والله الله يسهلك وحن عليك. راضي عنها؟ هو راضي عنها وربنا يرضى عليها ويرزقها برزق عيالها. نفسك تشوف احفادك؟ لا ولا عايز اشوفهم ولا يشوفوني. انا عايش كده مرتاح. عايش كده مرتاح؟ اه. بتنزل بتبقى من قلبك الضحك مع الناس اللي حواليك؟ انا باخدها كده ضحك عشان مؤاخذه الكلمه استطعم ان انا باكل عيش. اجر العربيه واقول ايه ده انا بالشقه بالله بس كده. اه احمد ربنا على اللي انا فيه. بتحمد ربنا على اللي انت فيه؟ اه. ولكن انت مش مستني حاجه من حد. وراضي باللي ربنا يقسمه لي. رزق مقسوم من عند الله بحمد ربنا عليه. ناس بتقول لك فاتت 42 سنة يا عم محمد هانت. 42 يعني سنة ده أمي لما توفت. وأنت بقيت لوحدك؟ بقيت لوحدي وإخواتي بقى ما كانوش بيسألوا فيا، وكان عندهم فرن في شارع في الجوابر 7 جوابر. لما زهقت بقى من الفران بقيت أجيب شوية دقيق وأعملهم عيش شمسي، وربنا كرمني بالإيه؟ قال لي اجيب لك جبنه واجيب لك مش واجيب لك كده. وابتدت من هنا القصه بتاعتك. ابتدت حكايتي العربيه. هنشوف. لكن انا عجان مخرط من فران. الحاجه دي كلها تخص المخابز. تخش المخابز يعني انا يعني بفهم من دقيق للرغيف. اجيب خميره بيره وفانيليا ومحلب واقشره واطحنه واحطه في العاد مع الميه بتاعت العجين واعجن عجينه زبعه بزيت الشمس. كنت بقرص لمؤاخذه بالكلمه 20 طاوله برده كده خفيفه زي السن كده، وكنت لمؤاخذه بالكلمه اقطع عليهم الايه؟ الرغيف العجين يابس. وبعد كده اطلعه بره في الشمس واشمسه بايه؟ في الشمس. واجيب النص اللي انت بتحلق بيه دقنك ده، اجيب لمؤاخذه في الكلمه الرغيف كده واشرطه مرتين كده، وبعد لما ياخد تنشفته في القشر بتاع الرغيف الشمسي كنت انزل اخبزه. الناس بتسالك يا محمد ليه ما اتجوزتش بعد وفاه؟ لا انا مش عايز اتجوز، انا خلاص خدت نصيبي. رغيف بما قسم لي ربنا. رديت بما قسم بيه ليك رب. قسمني ربنا. مش عايز تتجوز تاني؟ لا 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 لا. وما فكرتش وانت صغير انك لا ما فكرش في اي حاجه. تحب مراتك؟ كنت بحب مراتي الله يرحمها بقى وهي اللي توفت. بامر ربنا. وما اتجوزتش حفاظا على حبك ليها؟ لا انا ما اقدر كلمه فكرت بقى لما اقدر كلمه في نفسك اعيش عيشه الحريه مطرح ما يجي في عين النوم انام وانا مرتاح البال. على رأي محمد عبد الوهاب. غني لنا حاجة بقى، مش هسيبك إلا لما تغني لنا حاجة قبل ما نختم. أنت عايزني أغني يعني؟ ممكن تغني عبد الحليم حافظ؟ اللي أنت عايزه. إزاي قابلتك؟ وإزاي عرفتك؟ وفين وإمتى؟ نسيت زماني ونسيت مكاني وفاكرك أنت. نسيتني همي نسيتني اسمي عملت ايه انت فيا كفاية نورك عليا نورت قلبي وعنيا اللي انكتب لي في حبي قريت على ضيا جميع كلام جميل زيك قريت على ضيا كلام جميل زيك كفاية نورك عليا إن كان بحلم ده يبقى جميل خليني أحلم بيه على طول بلاش تصحيني وصحي أحلامي سيبني يا نور عيني عايش في أحلامي ده العمر ليلة حلوة وجميلة
قريتها في الليلة دي، كفاية نورك عليا، نورت قلبي وعينيا، اللي انكتب لي في حبي، قريت على ضيق كلام جميل زيك، كفاية نورك عليا. الله الله، الناس بتقول لك انت كنت بتحب قديم ولا ايه؟ ما انا لا، بتقول لي بكره قلبك هيعطف، عندي الشرايط دي كلها، صافيني مره يا موعدني بكره، كنت تسمع الشرايط دي كلها؟ يا موعدني بكره. احنا مره تانية عاوزين نوريكم، بس هو محتفظ بشرايط يعني عبد الوهاب واستاذنا استاذ محمد عبد الوهاب والنجوم القديمه، يعني زي ما احنا شايفين النجوم القديمة كلها هو محتفظ بصورهم، وفي منهم هو شايلهم ومحتفظ بيهم، مش مشكلة يا محمد، خلاص بالشنطة تحت مليانة، بس هو شايل مذكراته كلها تحت السرير. اسأل روحك وسهران لوحدي، زي ما احنا شايفين ده عم محمد بينام هنا المكان ده، ومحمود علي البنا وتسجيل عبد الباسط لو انزل افتكر ده، ان الله خبير بما تعملون، اللي هو بتاع عبد الباسط، وانتم اشد خلقا ما في السماء بناها، لمحمود علي البنا الله يرحمه. الله يرحمه. عاوزينك بقى تدعي لوالدتك الله يرحمه، وارفع ايديك كده وادعي لها، وافتح لها القران. احنا دخلنا لقينا عم محمد مشغل القران على طول، على طول القران شغال. ورينا بقى، ادعي لنا اقرا لها الفاتحه كده، ارفع ايدك واقرا لها الفاتحه، عاوزين نختم قرب شوية كده يا محمد، قرب منها، قرب منها شوية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا يرحمك ويحسن إليك يا رب. احنا مش عاوزين نحطك يعني، يا ربنا يرحمها ويجعل مسؤولها، ربنا يرحمها ويحسن سؤالها، أنا اللي لازم كنت مخلص ليها. أنا هي اللي وصفتني، قالت لي يا محمد يا ابني، انا نفسي اصلي ركعتين لربنا، انا شايفه ان انا، قلت لها بعد العمر الطويل يا امه، كانت لما مؤاخذه بالكلمه، كنت جايب الشريط بتاع ام كلثوم دوت من ايام امي، كانت بتقول فيه ايه، يلي رضاك اوهان والسهل فيك احمان.